أي من خليف البطل المجاهد للعالم كامل متأكد أنه راجل ماشي امرأة، إلا الجزائريين أحفاد بو تقبة. وفاش كنقولوا العالم كامل راه كنهضروا على قنوات عالمية وعلى محللين رياضيين وأطباء وسياسيين وحتى رؤساء الدول بحال دونالد ترامب، واللي قال لهم اش هاد العابات هذا، راجل من المفروض أنه يتضارب مع راجل ومرأة تتضارب مع مرأة، وهاد الجزائري اللي كيتعدى على الاوليات راه ما فيش حس الانوثه، هادشي راه قالو دونالد ترامب. وباش تخلي دونالد ترامب وإيلون ماسك يهضروا عليك، انا كنعترف بيك باللي راك راجل ونص. وبما ان الدويري العدو مصر باش ترجعوا مرا وتربح به ميداليه ذهبيه، انا عندي لكم واحد الاقتراح واعر واللي غيخلي العالم كامل يهضر عليكم بحال دابا، هو ديروا شي اولمبياد ديال قوس قزح وتكون الدويري العدو هي البلد المنظم، وديك الساعه ايمانات غيخوا لهم التيران وغيتبوردوا كيف بغاو. وتبارك الله راه عندكم تجربه في هادشي ديال الالوان، حيت غير مؤخرا في واحد الدوري في فرنسا الابطال ديالكم داو بزاف ديال الميداليات في هادشي ديال قوس قزح. Donc the People's Democratic Republic of Algeria, the largest country in Africa, the 10th largest country in the world. Voilà, on voit défiler derrière nous l'Algérie, l'Algérie qui est un pays qui les homosexuels. C'est aussi le pays des saucisses, on est d'accord. Enfin, tu vis à Strasbourg, donc tu devrais connaître quelque chose sur les Deutschland, voilà l'Algérie. Un petit mot des Algériennes, vous voulez dire un petit mot, vous êtes contente d'être à Paris? Je suis super contente d'être à Paris, merci, merci pour tout. Les petites délégations, pour les applaudir encore plus fort, l'Algérie, merci. Et aussi, عندكم مؤهلات غير خاصكم تيقوا فيها وتدعموها كما كتدعموا ايمن اللي القضيه ديالو وصلت للامم المتحده ومن عند الحليف ديالكم روسيا واللي ما قبلاتكمش في البريكس واللي كتبيع لكم السلاح باش تضربوا المروك. هي من الامم المتحده شداتكم مرمداتكم وقالت لكم باللي نتوما اكبر مزورين على وجه الارض، وها هو الفيديو شاهد على هادشي اللي كنقول دابا، نتبعوا كاملين. تعرضت لعنف على يد رياضيين اخرين فشلوا في الاختبار الهرموني للاتحاد الدولي للملاكمه، فوفقا لرايهن هي رجل. هذا المظهر المثير للاشمئزاز يوضح مدى الضرر الذي يلحق باحترام حقوق المرأة وكرامتها بسبب خطة الغرب الخاصة بمجتمع الميم. نعلم أن تأثير المرأة والزوجات والأمهات على العملية السياسية والاجتماعية في العديد من المجتمعات التقليدية يتم بطرق عمرها قرون من الزمان. ودابا راه ما يمكنش نكذبوا هاد الناس كاملين واللي ماشي أي ناس، ناس اللي ولا بدا منهم اللي عندهم الهيبة والوزن في العالم، ونتيقوا هاد النظام اللي باقي المواطنين ديالو كيشدوا الصف على أبسط أساسيات الحياة واللي عندهم التزوير والكذوب كيجري مجرى الدم. وقبل ما نختموا الفيديو ديالنا غادي نشوفوا هاد التعليق ديال واحد من أكبر العلماء ديال البيولوجيا اللي حتى هو هضر على هاد الذكر اللي سميتو أيمن اللي كينتحل صفة أنثى وكيتعدى على الملاكمات، واللي غادي يقرا لنا التعليق هو واحد من ابناء الدويله العدو واللي حتى هو مسوس. نتبعوا كاملين. هذا الفايح اسمه ريتشارد دوكنز، هذايا عالم بيولوجيا مشهور، انا شخصيا قريت له بزاف. اول حاجه نشرت ترجمتها في حياتي كانت نص هو كتبه، كنت نقرا في الليسي ترجمته بالانجليزي للعربيه. ريتشارد دوكنز عالم بيولوجيا مشهور وزعما ذكي ومن الاذكى ان البيولوجيست في زعما في التاريخ تاع الانسانيه، طبعا هذا الاعلام يحط عليه الانظار بزاف. عنده سنوات ملي كتب واحد الكتاب اسمه وهم الاله، ويعتبر اليوم طبعا تقريبا نبي تاع الملحدين في العالم. بون انا ما نناقش في هذا الشيء باسكو كل واحد حر يتامن ما تامنش، هذاك الشيء شغلك بالصح. كي تدنا المراه الجزائريه حنوني لازم لك سقله، لازم تدي سقله ومن بعد فوت السقلة تاعك يا أخي. نقول لك أولا أنت بصفتك بيولوجيست ما تقدرش ما تعرفش الفرق بين وش هو مرأة ورجل وأنثى وذكر، بس كلمة مرأة ورجل هي بناء لغوي اجتماعي في العلم، يعني الكلب بار اكزومبل ما يوصفش روحه برجل أو امرأة، ما يعرفش أصلا يتبع الغريزة تاعه والروائح
الهرمونات من الكلب ولا القط ولا الحيوان فريمون بغير هذا الشيء ما يقدرش يعرف، ما عندوش بناء اجتماعي لغوي لواش هو انثى ولواش هو ذكر. الانثى والذكر بصفه اخرى بشكل اخر هي مصطلح بيولوجي، يعني انت او طونك بيولوجيست لما تحكي على ميل ان فيميل ماشي وومن انا مان. يا ريتشارد دوكينز نعطيوك نعلموك باسكو داروا عليك بزاف الانظار، فهمت؟ وميل ان فيميل بيولوجيكلي بون كاين زادو بالكروموسومات او الظواهر تاعهم الاخرى، يعني الظاهر فيهم يعني الاعضاء الجنسيه. ما تجيش انت وطونك زعما قريت البيولوجيا تعلمنا وشنو هو مراه وشنو هو راجل. احنا ماشي احنا في الجزائر نورمالمون احنا كي ندخلوا لي تواليت نغسلوا مصاصتنا بالماء ثم تمسحوا بالكارت. ما كاش كيفاش كاع عباد يمسحوا الكاكا تاعهم بالكارت ويقعدوا نهار كومبلي في ديال الاخرى تاعهم صباح وعشيه حتى يدوشوا في الليل يعلمونا وشنو هي مرأة. سمعت؟ ماشي شرط نكونوا كيما نتوما ولا نشبهوا لكم باش نكونوا نساو رجال. سمعت يا الحمار؟ على بالي ما تفهمش لهجة الجزائرية باسكو هذا الفيديو ماهوش ليك انت، راهو للجزائريين باش يفهموا كيفاش يردوا لك. ريتشارد دوكنز هاد الشيء قال لهم دايرينو باش ينحيوا التغطية الإعلامية على غزة، هذا ما كان. او الديره الاوروبيين على الاقل لقاو الكاغيط باش يمسحوا والماء باش يدوشوا، اما وليدات بلادك راه لا ما لا كاغيط. تصور لي المشهد كيفاش غيكون داير. وسلامه.